السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومة جديدة. بنكمل مع بعض حل المعاصر سنة تانية اعدادي الترم الاول 2025. بنحل الكتاب بالكامل، خدنا حل الوحدة الاولى والتانية والتالتة، والنهاردة هناخد يونت 4 الوحدة الرابعة. هتلاقوا في صندوق الوصف رابط في قائمة تشغيل حل الكتاب بالكامل، وقريبا هننزل حل كامل لكتاب المعاصر الاضافي وشرح لاهم الكلمات والقواعد. فما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. ونبدأ مع بعض. بيج 180، صفحة 180 من كتاب المعاصر. Complete the following sentences، أكمل الجمل التالية. Using the words in the books، باستخدام الكلمات. هنا facts، facts يعني حقائق. Awesome، awesome يعني رائع. Awesome. Runes، runes يعني بقايا أو أثار. Stadium، استاد. تمبل، معبد. كايرو، نقط. is the home of the Egyptian football، يبقى كايرو ستاديوم، استاد القاهرة. هو موطن كرة القدم المصرية، كايرو ستاديوم. نقط are incomplete ancient buildings، مباني قديمة غير مكتملة، تبقى ruins البقايا. The place is not. It's really amazing. The place is awesome. المكان رائع. هو مدهش. Karnak not is a great ancient building. يبقى Karnak temple، معبد الكرنك. هو مبنى قديم رائع. مبنى قديم رائع. Page 182، صفحة 182. Let's go in، يلا ندخل. It's getting cloudy. Go in means، هنا عايز go in، يلا ندخل. الدنيا بتغيم. Go in معناها ايه؟ هتبقى enter. Enter بمعنى يدخل. To get the adjective from the word history، عشان نحصل على الصفة من كلمة history. History يعني مادة التاريخ. We add the suffix IC، بقت historic. Historic تاريخي. Messi is an amazing player، ولاعب مدهش. The synonym، synonym يعني معنى أو مرادف. Of amazing is، معنى amazing هتبقى awesome يعني رائع. Weak and not are opposites. Weak يعني ضعيف، and not هي opposites، يبقى strong الكلمة وعكسها. Weak ضعيف، عكسها strong قوي. Weak strong. Page 188، صفحة 188. Choose اختار. A lot of Muslims، الكثير من المسلمين. Go to نقط to pray، بيروح فين عشان يصلوا، يبقى mosques المساجد. صلاح الدين built the نقط to protect Cairo، يبقى protect Cairo يحمي القاهرة، يبقى بنى ايه؟ هتبقى بنى القلعة. The castle، castle يعني القلعة. The arch can be نقط to another place، هنا بمعنى الأنطرة أو القوس أو مدخل لمكان آخر، يبقى entrance مدخل. entrance طبعا subject موضوع، لأ scene مشهد، لأ project مشروع، لأ. It isn't a complete building، هو مبنى ليس مكتمل. they're just هتبقى ruins، هو بقايا فقط. ruins. you can enjoy watching amazing plays، تستطيع أن تتمتع بمشاهدة المسرحيات المدهشة. In the national theater، في المسرح القومي. We can see big نقط in the Egyptian museum، نستطيع أن نرى نقط الكبيرة في المتحف المصري، يبقى big statues تماثيل كبيرة. فين؟ في المتحف المصري. It's a good idea، إنها فكرة جيدة. To get a نقط to tell you، عشان يقول لك أو يخبرك. About the history، عن التاريخ، يبقى اخد معايا جايد. جايد يعني مرشد. I really enjoyed our day in Petra، انا حقا تمتعت بيومنا في مدينة بتراء. And recommended نقط، وانا هنا recommended يعني يوصي او يوصي بشيء، حاجة تعجبه كده، يبقى recommended a visit، وصيت بزيارة. The pyramids، الاهرامات. Of دهشور، اهرامات دهشور. R نقط بتكون A. R نقط. I went there last year، رحت هناك السنة اللي فاتت.
and I love them، ما دام حبيتهم يبقى مفيش غير awesome يعني رائعة أو جميلة. التلاتة صفات سلبية ما عدا awesome. You can enjoy، تستطيع أن تتمتع. Watching a sports match، بمشاهدة مباراة كرة القدم. At the stadium، فين؟ في الاستاد. At the stadium. Page 189، صفحة 189. It's important، من المهم. To note historic places from thieves، من المهم أن تحمي الأماكن التاريخية من اللصوص. يعني إيه يحمي؟ تبقى protect، يحمي. You should note well when you visit historic places in other countries، لازم تتصرف بصورة جيدة لما تزور الأماكن التاريخية في الدول الأخرى. يبقى behave، behave يتصرف. Note is an entrance، هو مدخل. To another place، لمكان آخر. يبقى arch، هل هي view منظر؟ لا. race سباق؟ لا. fact حقيقة؟ لا طبعا. The note is the person، هو الشخص. Who can show you round a place، ممكن يوريك مكان في جولة. تبقى guide، guide يعني المرشد. The Great Pyramid، الهرم الأكبر. Is an important note monument، هو أثر تاريخي. يبقى historic. طبعا historical حاجة ليها علاقة بالتاريخ، زي ما تقول كتاب تاريخ، كتاب اتكتب عن التاريخ، فما تنفعش. historian مؤرخ، ما تنفعش، ده اللي بيكتب التاريخ. history التاريخ، لكن historic حاجة تاريخية، حاجة عصرة التاريخ، زي مبنى تاريخي، آثار تاريخية. I am interested، طبعا بيجي معها إن، أنا مهتم بيه. reading short stories، قراءة القصص القصيرة. Page 191، صفحة 191. وتدريبات على الجرامر. must ومستنت سهلين جدا. must يجب أنه، ومستنت لا يجب أنه، وبيجي وراهم المصدر. you not eat or drink in the school library، يعني لا يجب أن تأكل أو تشرب في مكتبة المدرسة. يبقى you mustn't هنا تحريم، ممنوع تأكل أو تشرب في مكتبة المدرسة. Page 192، صفحة 192. students، الطلاب. not follow their school rules، يعني يجب أن يتبعوا قواعد المدرسة. يبقى must، يجب. not I visit my uncle today، no you mustn't، يبقى must I، هل لازم أزور عمي النهاردة؟ قالوا لا مش لازم. what must or mustn't you، must or mustn't بيقولها المصدر. you do، ما الذي يجب أن تفعله وما الذي يجب ألا تفعله. in a historic place، في المكان التاريخي. you not bark here، it's not allowed، غير مسموح. يبقى mustn't، لا يجب أن تركن هنا، ده غير مسموح. eating fast is bad for you، الأكل fast بسرعة هو سيء ليك. you not eat more slowly، يبقى you must، يجب أن تأكل ببطء. you not talk to your classmates during lessons، يبقى you mustn't، لا يجب أن تتحدث مع زملائك أثناء الحصص. السؤال الثاني صحح. what can't I do before the exam، you must revise well، يبقى what must I do، ماذا يجب أن أفعل قبل الامتحان؟ قال له لازم تراجع كويس. you must touch the statues in the museum، لا طبعا. you mustn't، لا يجب أن تلمس التماثيل اللي موجودة في المتحف. students must، الطلاب يجب. must بيقولها المصدر، يبقى must arrive، لازم يصلوا. at school on time، في المدرسة في الوقت المحدد. you mustn't بيقولها المصدر. you mustn't run، لا يجب أن تجري. in a museum، في متحف. we mustn't look after our health، لا we must طبعا، يجب أن نعتني بصحتنا. I not must make noise، ما اسمهاش كده، اسمها I mustn't. must not أو mustn't، الاختصار mustn't. لا يجب أن أعمل دوشة during the lesson، أثناء الحصة. أثناء إيه الحصة؟ you must أتبقى be careful، يجب أن تكون حريص. when you cross the road، لما تعدي الطريق. must I come early، يجب أن أأتي باكرا. yes you must، أيوة يجب. نوران أو نوران mustn't بيقولها المصدر. drive، لا يجب أن تقود. carelessly بإهمال. why mustn't I park، mustn't والمصدر في السؤال، mustn't والفعل مصدر. ليه المفروض ما ركنش هنا؟ because it's against the law، لأن ده ضد القانون. page 193، صفحة 193. vocabulary، الكلمات. هنا بيقول لي المحادثة بعنوان A historic place you visited،
مكان تاريخي زرته. الخطوة الأولى بتبقى ناقصة كلمات، وبعد كده بتبقى محادثة كاملة بقى، سؤال عايز إجابة أو إجابة عايز سؤال. read and complete، اقرأ وأكمل. shall we go، ممكن نروح. to the citadel، إلى القلعة. قال له yes that's a good idea، أيوه هي فكرة جيدة. هو نقط ذا سيتدل، مين بنى القلعة؟ صلاح الدين الأيوبي، يبقى هو بيلت. مين بنى القلعة؟ صلاح الدين الأيوبي. why did he build it، ليه بناها؟ تبقى to protect كايرو، لكي يحمي مدينة القاهرة. دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية محادثة كاملة، speaking التحدث. complete the following dialogue، اكمل الديالوج الاتي. هاني is suggesting going to the citadel، يقترح هاني الذهاب الى القلعه. هاني بيقول هاي نادر، اهلا يا نادر. shall we go to the citadel، هل نروح للقلعه؟ ايه رايك نروح للقلعه؟ طبعا هيعجبه، هيقول yes that's a good idea، وافق من سياق المحادثه. yes that's a good idea، ايوه هي فكره جيده. قال له جملة we can go by bus، ممكن نروح بالأوتوبيس. يبقى how، كيف، تسأل عن وسيلة المواصلات. how can we go there، كيف نذهب إلى هناك بالأوتوبيس. قال له great، رائع. سؤال إجابته صلاح الدين الأيوبي built it، يبقى هو built it، مين بناها؟ صلاح الدين الأيوبي. why did he build it، ليه بناها؟ to protect كايرو، عشان يحمي القاهرة. to protect كايرو، عشان يحمي القاهرة. is it، هل هي historic building، مكان تاريخي؟ هتبقى yes it is، أيوة. The Karnak Temple، معبد الكرنك. Can I ask you some questions، ممكن أسألك بعض الأسئلة؟ Yes of course، نعم بالطبع. Yes of course. Is the Karnak Temple not from here، يبقى far from here، هل معبد الكرنك بعيد عن هنا؟ قال له yes it is. قال له how can I go there، كيف أذهب إلى هناك؟ باي ترين، بالقطار. الخطوة الثانية سما از هيلبنج ا تورست، تساعد سما سائح. تو جيت تو ذا بيرمز، للوصول للأهرامات. السائح بيقول اكسكيوز مي، معذرة، كان اي اسك يو سام كويشنز، ممكن اسألك بعض الأسئلة؟ يس اوف كورس، نعم بالطبع. ثم سؤال إجابته ذا بيراميدز ار ان جيزا، الأهرامات في الجيزة، يبقى where are the pyramids؟ are they far from here، هل هي بعيدة من هنا؟ ممكن أقول yes they are، أيوة. how can I go there، إزاي أروح هناك؟ مادام بعيدة ممكن اقول له يو كان جو زير باي باص، او باي باص على طول بالاتوبيس. لو كان قال له قريبه كان قال له، او لو هي بعيده قال له لا دي قريبه كان قال له تمشي، لكن ما دام قلنا هي بعيده يبقى لازم وسيله مواصلات. سؤال اجابته ذا انشنت ايجيبشنز بلزم، المصريين القدماء بنوها، يبقى هو من، اشيل ذا انشنت ايجيبشنز خالص، هو بلتزم، مين بناها؟ المصريون القدماء. ثم يجيب لي بعد كده موضوعين، موضوع A historic place you visited، مكان تاريخي زرته، وهنا The Karnak Temple، معبد الكرنك. طبعا اليونت بيتكلم عن الأماكن التاريخية، لازم أكون قاري الأماكن وعندي معلومات عن الأماكن سواء في مصر أو في الدول التانية. نفتح مع بعض page 347، 347 هنلاقي باراجراف مكتوب عن مكان تاريخي، مدينة في الأردن، مدينة تاريخية، نفهم الفكرة ونكتب زيها ونحفظ معلومات عن الأماكن التاريخية. page 347، صفحة 347. a historic place، مكان تاريخي. I visited، أنا زرته.
العنوان في نص السطر بين علامات تنصيص، بختار مكان، بسيب مسافة في أول سطر. I like visiting historic places، أحب زيارة الأماكن التاريخية. So much، كثيرا جدا. I am very interested، أنا مهتم جدا. In the ancient history، بالتاريخ القديم. بترا، اللي هي مدينة البتراء. In Jordan، في الأردن. Is my favorite place، مكان المفضل. It dates to، تعود إلى 300 BCE، إلى عام 300 قبل الميلاد. It's more than 2000 years old، عمرها أكتر من 2000 سنة. You must buy a ticket، يجب أن تشتري تذكرة. Before visiting it، قبل زيارتها. The views، يعني المناظر. From some of the higher places، من بعض الأماكن العالية. Are fantastic، رائع. The guide warned us، المرشد حذرنا. To be careful، أن نكون حريصين. As it is an ancient place، لأنها مكان تاريخي. I enjoyed a lot there، تمتعت بالكثير هناك. Tourists، السياح. From all over the world، من جميع أنحاء العالم. Like visiting Petra، بيحبوا زيارة البتراء. طبعا أنا ممكن أكتب نفس الجمل في بعض الأماكن مع تغيير بعض الكلمات. يعني إيه يا مستر؟ يعني ممكن الجملة دي ثابتة. I like visiting historic places so much، بحب زيارة الأماكن التاريخية كثيرا. ثم I am very interested in the ancient history، أنا مهتم بالتاريخ القديم. أول جملتين ممكن إيه نكتبهم زي ما هو. بعد كده نغيروا كلمة بتراء في الأردن وأكتب الأهرامات في مصر مثلا. وحتى في الآخر ممكن أبدأ المناظر من أعلى جميلة، المرشد قال لنا نخلي بالنا، أنا تمتعت، السياح بييجوا يزوروا، وأشيل كلمة البتراء وأحط أي مكان أنا هزوره. يبقى في جمل ممكن أكتبها زي ما هي مع حذف كلمة أو مدينة البتراء، ونحط المدينة اللي أنا زرتها أو المكان اللي أنا زرته. Page 194، صفحة 194. General exercises، تدريبات عامة. On lessons 1 and 2، على الدروس الأول والتاني. هنا محادثة. Complete the following dialogue. A tourist، سائح، is asking عماد، بيسأل عماد. About the Karnak temple in Luxor، عن معبد الكرنك في الأقصر. هنا السائح بيقول Excuse me، معذرة. Can I ask you some questions، ممكن أسألك بعض الأسئلة؟ قال له إجابة. Where is the Karnak temple، فين الكرنك temple؟ قال له أكيد في الأقصر. قال له سؤال إجابته أيوه، هو بعيد من هنا. Yes it is far from here. ثم سؤال إجابته بالقطر، by train، يبقى إزاي أروح بالقطر. ثم قال له thank you، شكرا، so much، كثيرا. يبقى نرجع ونقول excuse me، can I ask you some questions؟ هقول له yes you can، أو yes sure، أو of course، أو sure، بالتأكيد أي كلمة تدل على الموافقة. Where is the Karnak temple، فين معبد الكرنك؟ أو in Luxor، في مدينة الأقصر. أو ممكن أقول the Karnak temple is in Luxor، in Luxor. سؤال إجابته yes it is far from here، يبقى هشيل yes. طب is it far from here، is it far from here، هل هو بعيد من هنا؟ قال له أيوة. سؤال إجابته by train، يبقى how can I go there، how can I go there، كيف أذهب إلى هناك؟ بالقطر. Thank you so much، شكرا. قال له you're welcome، اي واحد بيقول لي شكرا اقول له you're welcome، على رحب، بمعنى كده لا شكر على واجب. السؤال التاني قطع عليها اسئله. جيراش is a Roman city، هي مدينه رومانيه. In Jordan، في الاردن. It is more than، اكتر من 2000 years old، اكتر من 2000 سنه. When you go there، عندما تذهب الى هناك. The first thing، اول شيء. You see، انت بتشوفه. Is the entrance، هو مدخل. To the city، المدخل للمدينة. The arch is very tall، اللي هو المدخل او القوس او القنطرة زي ما بيسموها، طويلة جدا. You must buy a ticket، ممكن او يجب ان تشتري تذكرة. Must يعني يجب، لازم. Before you go in، قبل ما تدخل. The Romans enjoyed watching sport، تمتع الرومان بمشاهدة الالعاب الرياضية. This is stadium، ده ستاد. For Roman horse races، لسباقات الخيول الرومانية. You can watch، تستطيع أن تشاهد. نركز في كلمة watch، هيقول لي معناها إيه مثلا. You can watch races، ممكن تشوف السباقات زير هناك. Today اليوم. Jewish has three Roman theaters، فيها ثلاث مسارح رومانية. The biggest theater، أكبر مسرح. Is the south theater، هو الجنوبي. 5000 people، 5000 شخص. Can sit there، ممكن يقعدوا هناك.
هناك دي عايدة على ايه؟ اكيد عايدة على فوز سيتر المسرح الجنوبي، اللي دي عايدة على المكان ده. This temple is on a hill، هذا المعبد على تل. There is an amazing view، في منظر رائع. Of the city، للمدينة. From there، من هناك. I think، اعتقد. It is important، مهم. To learn about، ان تتعلم عن. Historic places، الاماكن التاريخية. Around the world، حول العالم. We must protect them، يجب ان نحميهم. So that، لكي. People can visit in the future، الناس ممكن تزور في المستقبل. To ايضا. Choose، اختار. The underlined word there refers to، there هنا عايد على ايه؟ On south theater، المسرح الجنوبي. There are three Roman نقط in Jewish، يبقى يوجد three Roman theaters، ثلاث مسارح رومانية. فين؟ في المدينة. The underlying word watch means، watch يعني يشاهد، بتساوي ايه؟ see يعني يرى. عايز المعنى. Answer، أجب. Give a suitable title for the passage، ادي عنوان مناسب للقطعة. The city of Jewish، عنوان المدينة، العنوان هو مدينة كذا. What can you see from the temple، ممكن تشوف ايه من المعبد؟ هقول an amazing view، منظر مدهش. An amazing view. Why do you think، ليه بتعتقد؟ It's important، مهم. To protect historic places، ان انت تحمي الاماكن التاريخية. ممكن اقول ايه؟ So that، لكي. People، الناس. Can visit it، ممكن تزورها. In the future، في المستقبل. In the future، فين؟ في المستقبل. لكن لو انت ما حميتهاش هتتدمر، ما فيش حد هيزورها في المستقبل. Page 195، صفحة 195. Choose، اختار. Good students، الطلاب الجيدون. Should follow the school، لازم يتبعوا. The school rules، قواعد المدرسة. أيمن is interested in، أيمن مهتم ب. Horse، نقط. هتبقى horse races، سباقات الخيول. Egypt، مصر. Has a lot of نقط. Sites which date back to the pharaohs، يعني مصر لديها الكثير من ايه؟ هتبقى ancient sites، المواقع القديمة التاريخية اللي تعود الى الفراعنة. We visited، زورنا. The نقط at the Karnak temple yesterday، زورنا ايه؟ في معبد الكرنك امبارح. It was great fun، تبقى runes. زورنا الآثار، هنا بمعنى الآثار أو بقايا الآثار. I'd love to see that film، أنا حابب أشوف الفيلم ده. The نقط says it is very funny، يبقى the review، المقال النقدي اللي بيقول وجهات النظر في الفيلم، بيقولوا ان هو ايه؟ مضحك جدا. Very funny، مضحك جدا. I know that you do more exercises regularly، يبقى أنا بوصي، I recommend، إن أنت تعمل الكثير من التمارين بانتظام. People wear sunglasses، يرتدي الناس نظارات الشمس. To know at their eyes from the sun، to protect، عشان يحموا عيونهم من الشمس. Be careful، كن حريص. You know at eat healthy food، كن حريص. يبقى you must، يجب أن تأكل الطعام الصحي. In the museum، في المتحف. You know at touch the objects، يبقى you mustn't، لا يجب أن تلمس الأشياء. All the students، كل الطلاب. Must know at to their teachers at school، must listen، يجب أن يستمعوا لمدرسينهم. فين؟ في المدرسة. السؤال الرابع صحح. You mustn't put your rubbish in the bin، لا طبعا you must، يجب أن تضع القمامة في الصندوق المخصص لها. Must we، must هو الفعل والمصدر، هنا بمعنى هل يجب، بس هنا لازم أحط المصدر. Must we follow the rules، هل يجب أن نتبع القواعد. You mustn't بيجروها المصدر، يبقى you mustn't run، أشيل منها الإضافات، لا يجب أن تجري. in a museum، في المتحف. Can I get on a train with a ticket، yes you must، يبقى must هنا. هل لازم أركب القطر بتذكرة، قال له أيوة.
السؤال الخامس، اكتب ايميل نفهم فكرة الايميل. To your friend عمر، لصديقك عمر، يبقى اكتب ايميل لصديقك عمر، يبقى اسم المرسل اليه عمر، فهنا اكتب هاي عمر. نعرف بس فكرته دلوقتي، هاي عمر. About an amazing day out، عن يوم مدهش في الخارج، يبقى انا subject الموضوع هكتب an amazing day out، an amazing day out. Your name is حسين، اسمك حسين، يبقى هكتب هنا ايه، love او yours حسين، ده اسم الراسل. Your email address، عنوانك اللي هتبعت منه زي ما هو مكتوب اكتبه، حسين at gmail.com. اكتب هنا حسين at gmail.com. Your friend's email address، عنوان ايميل صديقك اللي هتبعت له، عمر at gmail.com. هنا عمر at gmail.com. يبقى from عنوان الرسل، to عنوان المرسل، subject الموضوع، هاي اسم المرسل، love اسم الرسل. في مقدمة وخاتمة، المقدمة ممكن تبقى جملة أو أكتر، how are you، كيف حالك، I hope you are well، أتمنى أن تكون بخير. ممكن ندخل في الموضوع أقول له I will tell you، أنا هقول لك about، عن، وأبدأ أقول مثلا إيه، an amazing day out، عن يوم مدهش في الخارج. هقول مثلا I visited the pyramids، أنا زرت الأهرامات وأتكلم على الأهرامات. The ancient Egyptians built them، المصريين القدماء بنوها، وهكذا. ثم أختم هنا الموضوع عشان بس المكان هتكتبوه، وهتلاقوه موجود في الكتاب برضو من ورا. ثم أختم أقوله see you soon، أراك قريبا. عايز تقول write me back، اكتب لي with my best wishes، مع أطيب التمنيات، مفيش مشكلة. لكن نفهم شكل الإيميل، from عنوان الراسل، to عنوان المرسل، subject الموضوع، هاي اسم المرسل، مقدمة موضوع خاتمة، ثم love أو yours، ثم اسم الراسل، ثم اسم الراسل. Page 196، صفحة 196. Complete the following sentences، اكمل الجمل التالية، using the words، باستخدام الكلمات، in the box. هنا coin، coin يعني عملة معدنية. Figures، figures يعني تماثيل لشخصيات بارزة أو شخصيات. Papyrus، وراء البردي. Vase، فازة. Clay يعني صلصال. These balls، البولز، الأطباق دي. Are made of، مصنوعة من إيه؟ Clay، لو طمي النيل مثلا او الصلصال. The ancient Egyptians، المصريين القدماء. Used نقط for writing، استخدموا ايه للكتابة؟ Papyrus، ورق البردي. The tomb، المقبرة. Contains، بتحتوي على. Many golden، ها many golden، مفيش غير figures، يعني تماثيل لأشخاص ذهبية، تماثيل ذهبية. The pot، used for holding flowers، الإناء اللي بيحتوي على ورود أو يستخدم للورود والزهور، is called a vase. طبعا رقم 3 مش هينفع نحط coin عشان دي مفرد، وهنا many قبل اسم الجمع، يبقى many golden figures. Page 198، صفحة 198. Choose، اختار. When we are sure، عندما نكون متأكدين. About something، عن شيء ما. We can start our sentence، ممكن نبدأ الجملة. With ايه، أنا متأكد من حاجة، هبدأ بكلمة certainly، يعني بالتأكيد certainly. The synonym of the word adult، معنى أو مرادف كلمة adult يعني بالغ أو راشد، is growing up، ده المعنى growing up، بالغ أو راشد. To get the opposite، عشان نحصل على العكس. From the word popular، كلمة popular عايز عكسها، وآد the prefix، بنحط البادئة on. Enormous يعني ضخم، and not are synonyms. Enormous and huge، هنا عايز معنى، معنى enormous huge يعني ضخم أو كبير جدا. Synonyms يعني كلمة ومعناها. To get the noun from the word equip، عشان نحصل على الاسم من الكلمة equip، عايز أحولها لنون يعني. We add the suffix، بنحط اللاحقة ment، بقت equipment يعني معدات، equipment. Page
203 صفحة 203. Choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة. From A, B, C or D من الأربع اختيارات. Coins العملات المعدنية. Are made of مصنوعة من إيه يا ترى؟ هتبقى الميتر المعدن. The Pharaohs الفراعنة. Were the first to write. هما الأوائل إن هما يكتبوا. On papyrus على ورق البردي. I bought a new note. اشتريت إيه جديد؟ To hold some flowers in my room. مادام في flowers تبقى إيه؟ تبقى فاز. فازة فيها ورد وزهور. She is wearing. هي بترتدي. A nice note on her neck. حوالين رقبتها يبقى نيكلس يعني عقد جميل على رقبتها. A nice necklace. Can you tell me? ممكن تقولي the note of the ticket please. ممكن تقولي سعر التذكرة لو سمحت. يبقى price هنا بمعنى سعر. Bees and ants. النحل والنمل. Are important. هتبقى insects حشرات مهمة. This shop. هذا المحل. Sells goods. بيبيع البضائع. And cheap things. وأشياء رخيصة. So لذلك. There are a lot of نقط. There. يوجد الكثير من إيه هناك. يبقى customers. الزبائن هناك. People. الناس. نقط. The ingredients in big bowls. In ancient Egypt. In ancient Egypt. في مصر القديمة. يبقى الناس كانت بتخلط المكونات في بول كبيرة في مصر القديمة. يبقى ميكسد. ميكسد يعني قلب أو خلط. Page 204 صفحة 204. In the museum في المتحف. There are more than في أكثر من 2000 هتبقى objects. 2000 شيء من الأشياء التاريخية. طبعا animals حيوانات لا. chemicals مواد كيميائية لا. Subjects موضوعات لا. The ticket يعني تذكرة. The ticket نقط. Sells tickets بيبيع التذاكر. At the museum يبقى the ticket officer موظف التذاكر مش دكتور طبيب ولا انجينير مهندس ولا درايفر سواق. The knot on this building are really wonderful. هو حقا رائع. هو حقا رائع. يبقى the knot تبقى the designs التصاميم في هذا المبنى رائعة. Designs يعني ايه تصاميم. Knot are pieces هي قطعة. Pieces يعني قطعة. Of money من المال. Made of metal مصنوعة من المعدن. يبقى coins العملات المعدنية. A knot is a pot هو إناء. Used for holding flowers. مادام في flowers قلنا vase خلاص. A knot is a piece of equipment هي معدة. You can use بتستخدمها to make or repair things عشان تصنع أو تصلح الأشياء. يبقى tool يعني أداة زي الشاكوش كده مثلا. We should protect ourselves يعني ينبغي أن نحمي أنفسنا. عايزه من التلوث. يبقى from pollution من التلوث. Papyrus يعني ورق البردي. Was used not writing in ancient Egypt. Was used for استخدم للكتابة في مصر القديمة. Used for. Page 208 صفحة 208. تدريبات على الجرامر. زمن الماضي المستمر والماضي البسيط. They know a TV at 7 yesterday. هم كانوا بيشاهدوا التلفاز الساعة 7 بالأمس. هنا قال لي امبارح في وقت محدد يبقى ده زمن ماضي مستمر. مدام قال لي امبارح وحدد لي الساعة يبقى ماضي مستمر اللي هو ايه was aware والاي ان جي. يبقى were watching مع زي were watching. as ذكي. as بمعنى بينما بتساوي while. ماضي مستمر ماضي بسيط. وذكي بيلتقط صور الحيوانات. هو ايه lost his phone موبايله ضاع. يبقى as ذكي was taking ماضي مستمر. I not the football match at 6 o'clock yesterday. امبارح الساعة 6 يبقى ماضي مستمر برضو. حدد لي وقت امبارح. يبقى I was watching. انا كنت بشاهد مباراة كرة قدم الساعة 6 امبارح. It started to rain. بدأت تمطر. While بينما هنا ماضي مستمر. While they were walking home. وهم ماشيين للبيت. We were looking around the museum. احنا كنا بناخد جولة حول المتحف. حول ايه؟ المتحف. نقط. أمير found some tall doors. عندما وجد أمير أبواب طويلة. هنا عندما وين وين قبلها ماضي مستمر وبعدها ماضي بسيط وبعدها ماضي بسيط. Page 209 صفحة 209. When we knocked down for a picnic lots of runners الكثير من الرانرز العدائين were running through the park كانوا بيجروا عبر إيه عبر الحديقة. يبقى ممكن نقول when we sat when ماضي بسيط ماضي مستمر واحنا قاعدين.
والمسدة والفرابيكنك الكثير من العاديين كانوا بيجروا. يبقى وين ماضي بسيط ماضي مستمر على حسب برضو المعنى. نقط his homework when the phone rang هنا وين ماضي مستمر تبقى هنا ماضي بسيط. وين هنا ماضي بسيط تبقى هنا ماضي مستمر. نوضحه، ده ماضي بسيط وده ماضي مستمر على حسب المعنى. يبقى هل هو كان بيعمل واجبه لما التليفون رن؟ يبقى was he doing، دي الوحيدة اللي تنفع، جاية في صيغة سؤال was والفاعل والاي ان جي. What was summer؟ was بيجي مع اي ان جي في الماضي المستمر. doing، summer كانت بتعمل ايه امبارح بالليل. while، هنا مفيش فاعل يعني مفيش ضمير زي اي هي شي ات وي زي او اسم. ما دام عدم وجود فعل حط الفعل فيه اي ان جي. يبقى while working in the garden I saw my friend، شفت صديقي اثناء العمل فين في الحديقه. نقط his visit، his visit زيارته to the museum للمتحف، ده نون زيارته للمتحف. يبقى during اثناء زيارته للمتحف he met his friend علي، قابل صديقه علي. قابل صديقه ايه علي. السؤال الثاني صح، when Mona arrived، لما منى وصلت هي ماما كانت بتطبخ في المطبخ. يبقى ماضي مستمر تبقى was cooking، was والاي ان جي عشان هنا اسم مفرد was cooking. as ماضي مستمر ماضي بسيط، يبقى as we were walking، يبقى نحفظ القاعدة، ماضي مستمر واحنا ماشيين في المتحف شفنا تماثيل ضخمة. lots of birds، الكثير من الطيور كانوا بيطيروا في السماء as we were sitting، واحنا ايه جالسين. هنا هتبقى ماضي مستمر برضو عادي عشان حدثين حدثوا في نفس الوقت، ماضي مستمر ماضي مستمر. لو مفيش حدث قطع التاني، يعني انا وباكل اخويا بيذاكر، خلاص الاثنين ماضي مستمر. يبقى we're flying. my mobile rang يعني موبايلي رن. نقط I was doing my homework، ما ينفعش during، during معاها noun. يبقى while موبايلي رن بينما انا كنت بعمل واجبي. Hannah was reading at 6 yesterday، هتبقى was reading، كانت بتقرأ الساعة 6 امبارح. Is they doing their homework at 7 yesterday، ده ماضي مستمر امبارح في وقت محدد. يبقى where عشان هنا زي جمع. He falls down while he was playing football، عايز اقول هو وقع بينما هو كان بيلعب كرة قدم، يبقى هنا عايز ماضي بسيط. He fell down، وقع. She was cooking، هي كانت بتطبخ. while her father، لما كان ابوها كان بيقرا كتاب، الاثنين كانوا في نفس الوقت. was reading ماضي مستمر was aware والاي ان جي. ادم اند اي، ادم وانا يعني جمع. studying english yesterday evening، ده ماضي مستمر عشان امبارح مساء. where studying، يبقى بي ما تنفعش. طب يا مستر الفرق ازاي بين الماضي البسيط والماضي المستمر؟ لو لقيت yesterday بس كانت هتبقى ماضي بسيط، لكن yesterday وكلمه بتدل على حدث او على زمن محدد في الماضي تبقى ماضي مستمر، يعني امبارح بالليل، امبارح الصبح، امبارح الساعه 6، امبارح الساعه 7، كل ده يبقى ماضي مستمر. سلمى was reading a story، سلمى كانت بتقرا قصه. when her son، عندما ابنها. يبقى نقط ذاته dropped، وقع اللعبه، وقفت قرايه القصه وراحت تشوف ابنها عمل ايه. يبقى ده ماضي بسيط. page 210، صفحه 210. A visit to the Museum of Islamic Art، زيارة المتحف الفن الإسلامي. Read and complete، اقرأ وأكمل. Can I ask for some، نقط بليز، هتبقى some information، ممكن أسأل بعض المعلومات لو سمحت. Information، قال له yes of course، نعم بالطبع. Can you tell me، ممكن تقولي. What time the نقط is open، تبقى the museum. ممكن تقول لي امتى ميعاد المتحف بيكون مفتوح؟ قال لي وي اوبن، فروم احنا بنفتح. فروم 9 ام، من 9 الصبح، تو 5 بي ام، لخمسة مساء. افري دي، كل يوم، اكسبت فرايدي، ما عدا الجمعة. هاو ماتش از ذا تيكت، كم سعر التذكرة؟ ات از 20 باونز، 20 جنيه. ستيب 2، الخطوة الثانية، سبيكينج، تحدث. باسم is calling the Museum of Islamic Art for information، هنا يتصل باسم بمتحف الفن الإسلامي للاستعلان. باسم hello، أهلا. is it the Museum of Islamic Art، هل ده متحف الفن الإسلامي؟ تبقى yes it is.
Can I ask for some information؟ ممكن أسأل بعض المعلومات؟ أقول له yes of course، بالطبع. سؤال إجابته we open، إحنا بنفتح from 9 a.m. to 5 p.m. every day except Friday، بنفتح من 9 الصبح لخمسة بعد الظهر أو خمسة مساء ما عدا إيه؟ الجمعة. يبقى can you tell me، ممكن تقولي what time، امتى؟ can you tell me what time the museum is open؟ ثم سؤال إجابته the ticket is 20 pounds، التذكرة 20 جنيه. يبقى how much is the ticket، كم سعر التذكرة؟ ثم هيقول thanks، شكرا. ثم you're welcome، على الرحب. ثم المحادثة الثانية an object in your home، حاجة في بيتك، شيء. What are sunglasses made of؟ إيه نظارة الشمس دي مصنوعة من إيه؟ أقول they are made of، هي مصنوعة من بلاستيك، البلاستيك. What do you use them؟ I always use them. يبقى how often، كم مرة؟ بتستخدمهم دايما، بستخدمها. Why do people use them؟ ليه الناس بيستخدموها؟ To protect، عشان يحموا. Their eyes، عيونهم. From the sun، من الشمس. عمر is asking علي about an object in his home. عمر بيسأل علي عن شيء في منزله. عمر good morning، can you tell me about an object in your home؟ ممكن تقول لي عن شيء في بيتك؟ قال له good morning، قال له إجابة، قال له I'll tell you about my sunglasses، أنا هخبرك عن نظارتي. يبقى good morning، yes sure، نعم بالتأكيد، yes sure، نعم بالتأكيد، yes sure. I'll tell you about my sunglasses، هخبرك عن نظارتي، نظارة إيه؟ الشمس. سؤال إجابته sunglasses are made of plastic، يبقى هي مصنوعة من إيه؟ what are sunglasses made of، what are sunglasses made of، مصنوعة منين؟ من البلاستيك. how often do you use them، كم مرة بتستخدمها؟ ممكن اقول له I always use them، دايما بستخدمها. سؤال إجابته people use them to protect their eyes from the sun، الناس بيستخدموها عشان يحموا عيونهم من الشمس. يبقى why، لماذا؟ do people use them، ليه الناس بتستخدمها؟ عشان يحموا عيونهم من الشمس. what do you think of them، إيه رأيك فيها؟ أقول I think they are important، هي مهمة. هنا يجيب لي باراجراف عن a visit to the museum of Islamic art، a visit to the museum of Islamic art يعني زيارة المتحف الفن الإسلامي، أو an object in your home أو شيء في بيتك. طبعا هنتكلم عنه بالتفصيل، هنقول فكرته بس عشان المكان. بنكتب عنوان في نص سطر، بنسيب مسافة في أول سطر. بقول أول حاجة أنا رحت فين، هقول I visited the museum of Islamic art last week، زرت الأسبوع اللي فات. I went there with my family، رحت هناك مع عائلتي. We went there by bus، روحنا بالأتوبيس. يبقى رحت فين، رحت ازاي، رحت مع مين. We enjoyed a lot، تمتعنا. نبدأ نقول عملنا ايه. We saw many interesting things، رأينا أشياء شيقة، شفنا تماثيل، شفنا أشياء تاريخية، المرشد قال لنا على معلومات، وهكذا. وحتى لو شيء برضو في بيتك، هنتكلم عن الباراجرافات بالتفصيل بعد كده. Page 211، صفحة 211. وجنرال اكسرسايزز، تدريبات عامة. اون ليسونز 3 اند 4، على الدروس 3 و 4 من يونت 4. السؤال الاول listen and choose، استمع واختار. the correct answer، الاجابة الصحيحة. from A B C or D، من الاربع اختيارات. هنسمع ونختار، نسمع ونختار. the ancient Egyptians liked Senate،
The cement boxes have 30 squares. The cement box is made of wood. The ancient Egyptians drew the squares on the floor. يبقى بسمع واحد. السؤال التاني هي محادثة. Mona is calling the Museum of History. مونا بتتصل بمتحف التاريخ. Receptionist موظف الاستقبال ومونا. Good morning. صباح الخير. The Museum of History. هنا متحف التاريخ. Good morning. قالت سؤال إجابته. We are open. إحنا فتحين. From 9 a.m. to 6 p.m. من 9 الصبح ل 6 مساء. يبقى What are your hours? إيه مواعيدكم؟ What are your hours? من 9 ل 6. سؤال إجابته No. لا. We are open daily. إحنا فتحين يوميا. Except Friday. ما عدا الجمعة. هشيل No. تبقى Are we open daily؟ أنتوا فاتحين يوميا؟ قالوا لا فاتحين يوميا بس ما عدا الجمعة. يبقى Are you open daily؟ daily يعني every day يعني يوميا. Can I buy the tickets online for the museum؟ ممكن أشتري التذاكر من على الإنترنت للمتحف؟ هيبقى Yes you can. آه. How much does the ticket cost؟ كم تكلفة التذكرة؟ ثم قالت مبلغ. Would you like to buy a ticket؟ هل تحب تشتري تذكرة؟ يبقى قول مثلا it costs، تتكلف مثلا 100 باوند مثلا 100 جنيه. هل تحب؟ هقول yes of course، نعم بالطبع أو sure، دي صح ودي صح. السؤال الثالث اختياري. She is wearing، هي ترتدي a nice knot on her finger. يبقى ايه لطيف على صباعها. يبقى رينج، رينج يعني خاتم. قميص لا، عقد لا، عمله لا. نوت از ا موديل اوف ا بيرسون، نموذج لشخص. اور بيكتشر، او حتى صوره. اوف سمون لشخص، يبقى فيجر، فيجر. زمين نوت اوف كشري، اكيد انجريدينتس، المكونات الاساسيه للكشري. ار باستا اند رايس، المكرونه والرز. اي كان انسر اول ذا كويشنز، استطيع ان اجاوب كل الاسئله. نقط The last one، بجاوب كل الأسئلة ما عدا الأخير. يبقى except، except ما عدا. كلمة expect يتوقع، accept يوافق، يبقى except يعني ما عدا. Page 212، صفحة 212. People made نقط with clay from the river Nile. الناس عملوا إيه؟ بالطمي من نهر النيل. يبقى boots، boots هنا بمعنى أواني، boots. The ancient Egyptians، المصريين القدماء. Used نقط، استخدموا ايه؟ To help them، عشان تساعدهم. Paint around their eyes، يلونوا حوالين عيونهم. يبقى استخدموا mirrors، mirrors هنا بمعنى المرايات، mirrors هنا بمعنى المرايات. This نقط helps to keep away mosquitoes، بيساعد في ابعاد البعوض او ابقاء البعوض بعيدا. هل ديزاين تصميم؟ لا. سكوير مربع؟ لا. كيميكال، هذه المادة الكيميائية. كيميكال يعني مادة كيميائية. زي نقط ذا بوك وين ذا لايت وينت اوت، لما النور قطع هما كانوا بيقرأوا الكتاب. يبقى زي وير ريدنج، كانوا بيقرأوا. وير ريدنج. وايل زي وير بلاينج كاردز، وهما بيلعبوا كوتشينة. عاليس فازر، ابو علي. نقط هوم، جه البيت. هنا وايل ماضي مستمر، ماضي بسيط. تبقى كيم، كم تحول الى كيم ماضي بسيط. وات نقط ات 8 o'clock yesterday، الساعة 8 امبارح. مورنينج الصبح. يبقى وات وير يو دوينج، ده سؤال في الماضي المستمر، عشان امبارح الصبح الساعة 8 حدد لي وقت امبارح. يبقى وير يو والاي ان جي. طب ليه مش وير دوينج؟ عشان دي سؤال. حط وات ثم واز اوير ثم الفعل ثم اي ان جي، ده سؤال مش جملة عادية. السؤال الرابع صحح. هي واز بينتينج، هو كان بيلون. While the phone rang، لا طبعا هقول when the phone rang، عندما التليفون رن. when بمعنى عندما. I was reading a book، أنا كنت بقرأ كتاب. While mom، بينما أمي كانت بتطبخ. هنا while، هنا ممكن يجي وراها ماضي مستمر وقبلها ماضي مستمر لو الحدثين كانوا بيحصلوا وما فيش واحد قطع التاني. يعني يعني while mom was cooking، وأمي بتطبخ، أنا كنت بقرأ كتاب، ما فيش حاجة قطعت حاجة. قراءة الكتاب ما وقفتش الطبخ مثلا.
What you do when I found you. كنت بتعمل ايه لما انا اتصلت بيك. ده ماضي مستمر. يبقى what were you doing. was أول والفعل وing. كنت بتعمل ايه لما انا اتصلت بيك. as بمعنى بينما. هنا ماضي مستمر وهنا ماضي بسيط. as I هتبقى was taking. وانا ايه بلتقط صورة. as I was taking photos صور I dropped my phone. وقعت ايه تليفوني. هنا جايب لي a visit to the museum. زيارة للمتحف. لأي متحف. هكتب يعني في نص سطر. هسيب مسافة في اول سطر. ممكن اتكلم ان انا زرت المتحف وشفت ايه زي متحف الفن المصري او اي متحف. او ممكن اقول مثلا في متحف واتكلم عن معلومات عنه. نفتح مع بعض page 347 نقرأ paragraph عن زيارة للمتحف نفهم الفكرة ونكتب زيها. page 347 صفحة 347. A visit to the museum. زيارة للمتحف. العنوان في نص السطر بين علامات تنصيص. أسيب مسافة أول سطر. My visit to the Egyptian museum. زيارتي للمتحف المصري. Last mid-year holiday. كانت أجازة نص السنة اللي فاتت. Was very good. كانت جيدة جدا. يبقى زيارتي في أجازة نص السنة اللي فاتت كانت جيدة جدا. And useful ومفيدة. أول سطر سيبنا مسافة. بعد كده بقى نبدأ بقى من أول سطر عادي. The Egyptian Museum. المتحف المصري. Is in Cairo. في القاهرة. هنقول معلومات عنه. It's full of. مليء بيه. Valuable statues. تماثيل قيمة. And gold objects. وأشياء ذهبية. Tourists. السياح. Like visiting. بيحبوا زيارة it. So much. كثيرا. I enjoyed a lot. تمتعت الكثير. زير هناك. There are more than. في أكتر من. One floor. أكتر من دور. The guide. المرشد. Told us. أخبرنا. Not to touch these objects. إن إحنا منلمس هذه الأشياء. To keep it safe. عشان نخليها بأمان. For our country. لدولتنا. I took many photos. التقطت الكثير من الصور. With some tourists. مع بعض السياح. From all over the world. من جميع أنحاء العالم. I was very kind. أنا كنت طيب. To tourists. للسياح. And tried. وحاولت. To help them. أساعدهم. To get around the museum. لما ياخدوا جولة حول المتحف. يبقى دي الفكرة. العنوان في نص السطر. بسيب مسافة أوسط. حرف الأول كابيتال في نهاية كل جملة فول ستوب. بيج 213 صفحة 213. Complete the following sentences. أكمل الجمل التالية. Using the words باستخدام الكلمات. In the box في الصندوق. Company شركة. Pollution تلوث. Tourism السياح. Tourists سياح. Environment البيئة. We should be kind to نقط who visit our country. يجب أو ينبغي أن نكون طيبين مع tourists السياح اللي بيزورنا اللي بيزور our country دولتنا. Not can bring a lot of money to Egypt. مين أو إيه اللي ممكن يجلب أو يجيب الكثير من المال لمصر. يبقى tourism. tourism يعني السياح. I look forward to. أتطلع إلى. Working العمل. In a big company. في شركة كبيرة. In a big company في شركة كبيرة. نقط. Is a serious problem. مشكلة خطيرة. In our country. في in our community. في مجتمعنا. ايه هو اللي مشكلة خطيرة في مجتمعنا. Pollution. التلوث. مشكلة خطيرة في مجتمعنا. Page 219 صفحة 219. Choose اختار. Cleopatra's نقط. Is a large and important stone. هو حجر مهم وكبير. With beautiful designs on it. في تصميمات جميلة عليه. يبقى كليوباترا's needle. مسلة needle. مسلة كليوباترا. نقط. Is a great problem. مشكلة كبيرة جدا. For the environment. للبيئة. We should solve it. لازم نحلها. يبقى أنا مشكلة في الأربعة. Pollution. التلوث. Solution. حل لا. Tourism. السياحة لا. Population. عدد السكان لا. يبقى التلوث هو مشكلة خطيرة جدا للبيئة بتاعتنا. Page 220 صفحة 220. Not is a title of an ancient Egyptian king. هو لقب ملك مصري قديم. يبقى فيرو الفرعون. الفرعون. Not is one of the most important activities. واحد من أهم الأنشطة. Which brings money. والذي يجلب المال. To Egypt لمصر. يبقى tourism السياح. We must يجب stop pollution. نوقف التلوث. It not the environment.
التلوث بيعمل ايه؟ damages، بيدمر او بيتلف البيئه. money from tourism، المال من السياحه. helps to، يساعد في. نقط for local people to look after the stone circles، في الدفع للمحليين ان هم يعتنوا بالدوائر الحجريه. يبقى pay for، يدفع من اجل. pay for. علي's uncle، عم علي. works، يعمل. for a big oil، هتبقى company، لشركة بترول كبيرة. in the United Arab Emirates، في الإمارات العربية المتحدة. we should not the school rules، we should follow، ينبغي أن نتبع قواعد المدرسة. the not damaged the city at 5 in the evening، يبقى the earthquake، الزلزال دمر المدينة. earthquake هنا بمعنى الزلزال. plastic doesn't not in water، لا يغوص البلاستيك في الماء. يبقى sink، doesn't sink، لا يغوص البلاستيك في الماء. the manager، المدير. read a note about what the workers did، يبقى هنا المدير قرأ ايه؟ report، تقرير عن ماذا فعل العمال. to not is to have a bad or harmful effect، يبقى عندك تأثير ضار او سيء. on something، على شيء ما. so that، لكي. it is broken، يبقى مكسور. or spoiled، او فاسد، يبقى damage، بيسبب harmful effect، تأثير ضار، اللي هو damage، يدمر او يتلف. a not is when different people، عندما اشخاص مختلفين. with different ideas، مع افكار مختلفة. talk about a subject، بيكلموا عن موضوع، يعني ناس بيتكلموا، يبقى debate، مناظرة. debate او مناقشة يعني. a little boy، ولد صغير. fell into the river، وقع في النهر. and نقط، وايه؟ وغرق، يبقى and drowned، غرق. بروت، احضر. توت، علم. سانك، هنا بتكلم على سفينة مثلا غاصت. لكن درون، يغرق للاشخاص. درون، يغرق للاشخاص. most factories، معظم المصانع. معظم المصانع. نقط بوليوشن، تبقى ميك بوليوشن، بتسبب التلوث. and harm the environment، وتضر البيئة. how much did you pay for، طبعا لسه واخدينها. قد ايه دفعت for that new car، لهذه السيارة الجديدة. page 222، صفحة 222. pop quiz on speaking، سؤال محادثة. complete the following dialogue، اكمل المحادثة الآتية. لازم اقراها كلها، واقرا العنوان ده مهم جدا. ادم is talking to a tourist at a hotel، ادم بيكلم سائح في فندق. ادم بيقول are you visiting، هل بتزور ايجيبت مصر. on business or on holiday، في عمل تجاري ولا في اجازة. لازم اقراها كلها عشان افهم الفكرة. قال له اجابة، قال له سؤال، قال له I come from London، انا من لندن. قال له سؤال، قال له big ben and queen's palace are the most famous places in London، big ben وقصر الملكة هو اهم الاماكن المشهورة فين؟ في لندن. ثم قال له what do you like most in Egypt، ايه اللي بتحبه اكتر في مصر. قال له اجابة، قال له I hope you will enjoy your stay in our country، اتمنى ان انت تقضي او تتمتع باقامتك في مصر. يبقى are you visiting Egypt on business or on holiday، اكيد on holiday. يبقى I am visiting Egypt on holiday، في اجازة. سؤال اجابته I come from London، يبقى where، اين. where do you come from، انت منين. انا من لندن. سؤال اجابته big ben and the queen palace are، يبقى اقول what are، اشيل دي خالص، اقول ما هي اهم الاماكن في لندن. ادم بيسال السائح what are the most famous places in london، ايه اهم الاماكن في لندن. قال له بيج بن وقصر الملكة. what do you like most in egypt، هقول مثلا I like the pyramids most، بحب الاهرامات، او اي مكان، او المصريين كده يعني. الاجابة مفتوحة. I hope، اتمنى. you will enjoy your stay in our country، اتمنى ان تتمتع باقامتك في دولتنا. قال له thanks، شكرا. page 223، صفحة 223. general exercises، تدريبات عامة.
on lessons 5 and 6 على الدروس الخامس والسادس. listen and choose استمع واختار the correct answer الإجابة الصحيحة from A, B, C or D من الأربع اختيارات. نسمع ونختار. Cleopatra's needle is on a large stone. You can see amazing designs on it. It is in England. And the River Thames is in London. يبقى بسمع واختار. بسمع واختار. ولازم أكون مذاكر موضوعات المنهج كويس عشان يجي لي نص الاستماع منها. السؤال الثاني. Complete the following dialogue. اكمل المحادثة التالية. علي is doing research. علي يقوم ببحث. About the stone circles of Senegambia. عن الدوائر الحجرية التاريخية في Senegambia. نور وعلي. What are you doing علي؟ بتعمل ايه يا علي؟ قال له I am doing research من هنا. ونكمل عادي. يعني هنا الجملة دي فيها اجابة. I am doing research about the stone circles of Senegambia. Where are the stone circles? فين؟ فين هي؟ قال له إجابة. قال له سنغال and Gambia. يبقى between بين دولة السنغال أو السنغال and Gambia. ثم سؤال قال له إيه؟ they are in Africa. سنغال and Gambia. سؤال they are in Africa. طب فين دولة؟ يبقى where are they؟ فين السنغال وجامبيا؟ قال له في أفريقيا. where are they؟ كده قال له. سؤال because they tell us لأنهم بيخبرونا about the people عن الناس who met them اللي عملهم and how they lived. يبقى لأنهم السؤال بواي. مثلا لماذا هم مهمين؟ why are they important؟ ليه هم مهمين؟ can anyone visit them؟ هل أي واحد ممكن يزورهم؟ نقط it's for free بالمجان. يبقى yes نعم دي ببلاش حتى. السؤال الثالث choose اختار. the ancient Egyptian made this stone. المصريين القدماء أو المصري القديم عمل هذا الحجر for نقط تحطنه third for pharaoh للفرعون فارو فرعون. according to the نقط طبقا لإيه؟ you should turn right to get to the museum. لازم تحود يمين عشان تروح نهاية المتحف أو تصل للمتحف. يبقى according to the diagram طبقا للرسم البياني التوضيحي. smoking التدخين can not your health can damage ممكن يدمر صحتك. you should not the names of places on the map. you should label تصنف وتكتب أسماء الأماكن على الخريطة. وين يفوز لأ رين يعني تمطر لأ مين يعني أو يقصد لأ. يبقى you should label. page 224 صفحة 224. هبة and مايار are having a class not today. عندهم ايه؟ a class debate. today اليوم debate مناظرة أو مناقشة. I see what you ده مصطلح لازم احفظه. I see what you mean أنا فاهم قصدك. it's important to do the project مهم تقوم بهذا المشروع. that project will not work to a lot of people in our city. that project will not work will give work هيعطي عمل أو هيوفر عمل للكثير من الناس في مدينتنا. I heard a strange noise سمعت ضوضاء غريبة. نقط I was walking through the park بينما أنا كنت في الحديقة. ده ماضي مستمر وده ماضي بسيط تبقى while. most of the people معظم الناس نقط when the earthquake started معظم الناس هتبقى were sleeping كانوا نايمين ماضي مستمر لما الزلزال بدأ. in the museum في المتحف. you not touch the objects يبقى you mustn't لا يجب أن تلمس الأشياء. السؤال الرابع صحح. they watching TV at 7 yesterday ده ماضي مستمر يبقى they were watching.
امبارح الساعة 7، يعني امبارح بس كنا قلنا ماضي بسيط، لكن مدة زمنية أو وقت محدد في الماضي يبقى ماضي مستمر. was aware والاي ان جي. as مستر علي was walking to school، بينما الأستاذ علي كان بيمشي إلى المدرسة، هقول he saw، رأى an old friend، صديق قديم. يبقى as ماضي مستمر، ماضي بسيط. you must، بيجوا على المصدر بدون to، يبقى you must help زبور، يجب أن تساعد الفقراء. you mustn't protect all the parts of the environment، لا you must، يجب أن تحمي كل أجزاء البيئة. all parts of the environment. السؤال الخامس، اكتب ايميل. خدنا فكرته وهنعيده تاني الفكرة عشان نحفظها. to your friend خالد، يبقى ده اسم المرسل إليه، فأقول هاي خالد. about كليوباترا's needle، يبقى هنا subject الموضوع، كليوباترا's needle. your name is شريف، اسمك شريف، يبقى هنا love او yours شريف، ده اسم الرسل. تمام، يبقى هنا اسم المرسل إليه، الموضوع، اسم الرسل. and your email address، عنوانك اللي هتبعت منه هتبقى ايه؟ شريف at gmail.com. يبقى from عنوان الرسل، شريف at gmail.com. تو عنوان المرسل إليه، مين المرسل إليه؟ خالد at gmail.com. يبقى من شريف لخالد الموضوع كليوباترا's needle. هاي خالد، ثم اكتب مقدمة موضوع خاتمة. طب نفتح مع بعض صفحة 347، هنقرأ بقى الايميل كله ونشوف البيانات اللي احنا طلعناها ونتأكد منها ونشوف المقدمة والخاتمة وازاي نكتب الموضوع. page 347، صفحة 347. from من مين؟ شريف at gmail.com، ده الرسل. تقول مين للمرسل إليه؟ خالد at gmail.com. subject الموضوع كليوباترا's needle. تمام كده. دير، هنا ممكن أقول هاي أو دير. خالد، هنا بدأ في الموضوع على طول، كنا ممكن نقول مقدمة how are you and your family، I hope you are well، يبقى لازم أكتب مقدمة. وبعد كده كليوباترا's needle is a large and important stone، هي حجر مهم وكبير. with beautiful designs، في تصميمات جميلة قنت عليه. you can see this needle، ممكن ترى النيدل المسلة دي. next to the river Thames، بالقرب من أو بجوار نهر Thames. in London، England، في لندن، في إنجلترا. it's more than، أكتر من 20 meters high، ارتفاعها أكتر من 20 متر. and weighs about 200,000 kilograms، وزنها 200,000 كيلو. it's about 3,500 years old، عمرها حوالي 3500 سنة. the British، البريطانيون، made a special ship، عملوا سفينة مميزة. for the stone، للحجر. in 1877، في عام 1877. the needle of Cleopatra is a great monument، هي أثر رائع أو أثر عظيم. yours شريف، صديقك شريف. page 225، صفحة 225. هنا قطع عليها أسئلة، بيدربني على مهارة حل القطع. read and answer the question، اقرأ وأجب على السؤال. Cleopatra's needle، مسألة كليوباترا. is a large and important stone، حجر مهم وكبير. with beautiful designs، في تصميمات جميلة قنت عليه. you can see it، تستطيع أن تراه. next to the river Thames، بالقرب من أو بجوار نهر Thames. in London، England، في لندن بإنجلترا. the ancient Egyptians، المصريين القدماء، made the stone، عملوا الحجر ده. for Pharaoh Thutmose III، للملك تحتمس الثالث. and it is about 3500 years old، وعمره حوالي 3500 سنة. هنا بيقول لي where is Cleopatra's needle، أين مسلة كليوباترا؟ أو السؤال بصيغة تانية، where can you see Cleopatra's needle، أين تستطيع أن ترى مسلة كليوباترا؟ أو بصيغة ثالثة، where is Cleopatra's needle located، أين مسلة كليوباترا تقع؟ هقول next to the river Thames، يعني بجوار نهر Thames. in London، England، في لندن بإنجلترا. يبقى السؤال شكله مختلف لكن الإجابة واحدة. complete the following dialogue، اكمل المحادثة الآتية.
وتدريب على مهارة speaking التحدث. سواء سبوكينج اتيكيت تحجز سواء تذكرة to visit the Egyptian Museum عشان تزور المتحف المصري، تيكت اوفيسر سواء ضابط تذاكر أو موظف تذاكر وسواء good morning صباح الخير the Egyptian Museum المتحف المصري how can I help you أي خدمة إزاي أساعدك سواء قلت له good morning صباح الخير سؤال إجابته we are open from 9 a.m. to 6 p.m. إحنا فاتحين من الساعة 9 الصبح ل 6 مساء. ممكن أقول له what are your hours إيه مواعيدكم what are your hours what are your hours what are your hours we are open from 9 a.m. to 6 p.m. سؤالي جات yes we are open daily except Friday نعم احنا فاتحين يوميا ما عدا الجمعة يبقى شيل yes قول are you open daily هل انتم فاتحين يوميا قالت له ايوه بس ما عدا الجمعة ما عدا الجمعة Can I buy the tickets online ممكن اشتري تذاكر على الانترنت yes sure نعم بالتأكيد How much does the ticket cost كم تكلفة التذكرة؟ أي رقم مثلا؟ ممكن أقول له 100 باونز 100 جنيه. Can I get my children with me؟ ممكن أجيب أولادي معايا؟ Sure بالتأكيد. You're welcome. على الرحب. فقالت له thanks. شكرا. Page 228 صفحة 228 وتدريبات مجمعة من اختبارات المحافظات. Choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة. Egypt has لدى مصر a lot of not sites. الكثير من المواقع which date back to the pharaohs والتي تعود إلى الفراعنة تبقى ancient قديمة جدا. I love going. أحب الذهاب to the not places إلى الأماكن such as museums زي المتاحف and ancient ruins والبقايا القديمة. يبقى historic places أحب الذهاب إلى الأماكن التاريخية زي المتاحف والبقايا بقايا الآثار القديمة These balls are made of مصنوعة من إيه؟ تبقى clay طمي النيل clay Not are pieces of money قطع من المال made of metal مصنوعة من المعدن تبقى coins العملات Not are not a complete building هو مبنى ليس مكتمل ده تعريف ايه runes البقايا بقايا المباني او بقايا الاثار we should go to the نقط the plane takes off at 7 p.m. مدام قال لي الطيارة وتقلع والساعة 7 يبقى airport المطار airport المطار you can watch a sports match تستطيع ان تشاهد مباراة كرة قدم at a تبقى stadium في الاستاد at a stadium في الاستاد what not when I found you هنا when عندما ده ماضي بسيط وده ماضي مستمر بس دي في صيغة سؤال هو الماضي المستمر السؤال بحط آلة الاستفهام was aware والفاعل وال ing يبقى what were you doing كنت بتعمل ايه لما اتصلت بيك you mustn't بتيجي وراها المصدر يبقى you mustn't touch لا يجب ان تلمس the objects in the museum الاشياء اللي في المتحف while بمعنى بينما while زي نقط into the zoo they saw an angry lion هم في داخل الحديقة شافوا أسد غاضب while هنا ماضي مستمر ماضي بسيط يبقى أنا واحدة we're walking وهم ماشيين في الحديقة حديقة الحيوان السؤال الثاني صحح you must eat or drink in the museum لا طبعا هنا mustn't لا يجب ان تأكل او تشرب في المتحف they have food when the doorbell rang هنا when عدول هما كانوا بيتناولوا الطعام لما الباب او جرس الباب رن يبقى ده ماضي مستمر they were having كانوا بيتناولوا الطعام عندما الجرس رن I was listening to music. أنا كنت بستمع إلى الموسيقى. While he not talking. وهو بيتحدث. While he was talking. While ماضي مستمر. هنا ماضي مستمر. لو الحدثين كانوا بيحصلوا في نفس الوقت. يعني هو بيتكلم. أنا كنت بستمع. ما فيش حد قطع التاني. أو ما فيش حد وقف التاني.
We must to help the poor. لا we must help. Must بيبقى المصدر. يجب أن نساعد الفقراء. The phone rang. التليفون رن. During we were eating. لا طبعا هنا while. بينما. During بيجرها اسم. بيجرها نون. Drivers must smoke at petrol stations. لا طبعا mustn't. لا يجب على السائقين أن يدخنوا في محطات البنزين. Mustn't. While Ali was watching TV. بينما علي بيشاهد التلفاز. He not asleep. أقول he fell asleep مش fall. He fell. ماضي بسيط. سقط في النوم. يعني نام مرة واحدة. I was watching a film. أنا كنت بشاهد فيلم. When my father. When هنا my father هتبقى كيه. ماضي بسيط. لما أبويا جه. أصل الفعل قام حولناه لكيه. While I. خدنا بقى القاعدة وحفظناها. Was studying. ماضي مستمر. When I تبقى was. وأنا بذاكر. درسي. My father. Called me. أبي نادى عليا. You mustn't to stop. لا. You mustn't stop here. لا يجب أن تتوقف هنا. You mustn't stop here. Page 229. صفحة 229. Test on unit 4. امتحان على الوحدة الرابعة. Listen and choose the correct answer. استمع واختار الإجابة الصحيحة. نص استماع. نسمع ونختار. The ancient Egyptians were very clever. They used pots and bowls for making food. And the pots were made of clay. Clay was taken from the River Nile. يبدأ السؤال الأول. بكون مذاكر موضوعات المنهج جدا وركز في نص الاستماع ولما أسمع أبدأ أحل. السؤال الثاني هو محادثة. Complete the following dialogue. A guide. الجملة دي مهمة جدا لازم نركز عليها. A guide is showing some tourists. المرشد بيوضح لبعض السياح. The Karnak Temple. معبد الكرنك. Tourist guide. هنا السائح وهنا المرشد. Excuse me. معذرة. What is this tall stone called? الحجر الكبير ده يسمى ايه؟ قال المرشد إجابة. ثم السائح قال سؤال قال له The needle. المسلة. is nearly حوالي 30 meters high 30 متر يبقى كده بيتكلم عن مسألة كليوباترا هنا قال له مسألة كليوباترا كم طولها او كم ارتفاعها 30 متر ثم السؤال اجابته زير هيروغليفيك رايتنجز يعني دي كتابات هيروغليفيه يبقى الكتابات اللي عليها ثم هو بيلت ات من بناها اكيد الفراعنه زي ويت جريت بيبل هم ناس عظيمه قال له شكرا مثلا قال له يور ويلكم طب تعال نكمل What is this tall stone called? وإحنا قريناها عشان نفهم الفكرة. الفكرة. It's كيلوباترز نيدل. سؤال إجابته The needle is nearly 30 meters high. يبقى how high is it? كم ارتفاعها؟ أو how tall is it? How high is it? ثم ايه الكتابات اللي عليها يبقى they are hieroglyphics writings يبقى what are the writings on it who built it the first الفراعنة من بناها الفراعنة هما كانوا رائعين thanks شكرا you're welcome لا شكر على واجب او على رحب السؤال التالت قطع عليها اسئله نقرا القطع ونترجمها ونحل الاسئله read the following اقرا الاتي then answer the questions ثم اجب على الاسئله objects from the past اشياء من الماضي can help us ممكن تساعدنا to understand ان نفهم what life was like كيف كانت الحياه many years ago من عدد كبير من السنوات زي دي عايد على objects هيسال لي الضمير ده بيعود على ايه على اشياء They can also show us. ممكن أيضا توضح لنا that we use many of the same objects today. إن إحنا بنستخدم نفس الأشياء اليوم. In ancient Egypt. في مصر القديمة. Many people. كثير من الناس. Use the mirrors. استخدموا المرايات. To help them. عشان تساعدهم. Paint around their eyes. يلونوا حوالين عيونهم. This was not just to make them look good. ده مش بس عشان يبقوا شكلهم جميل. The paint. Helped
الالوان دي او الطلاء ده ساعدهم. تو بروتكت يحموا، هيسالني في معنى الكلمه او عكسها. بروتكت يعني يحمي. زير ايز عيونهم فروم ذا صن من الشمس. اند كيبت اوي ويبعدوا انسكتس الحشرات. انسكتس الحشرات. ذا ميرورز المرايات. وير ميد اوف ميتال كانت مصنوعه من المعدن. اند هاد انترستنج ديزاينز وليها تصميمات شيقه. وير دو يو هاف ميرورز ان يور هوم فين المرايات في بيتك. طبعا احنا بنكمل القطع بيج 230. The ancient Egyptians المصريين القدماء. Used pots استخدموا الأواني. And bowls والأطباق أو البولات for making food عمل الطعام. These objects هذه الأشياء were made of clay مصنوعة من الطمي. Which came from the river Nile اللي بيجي من نهر النيل. While some people بينما بعض الناس were mixing ingredients بيقلبوا المكونات in bowls في البولات. Other people ناس آخرون used stones استخدموا الأحجار to mix the ingredients عشان يقلبوا المكونات in a bowl. How do we make bread today؟ إزاي بنعمل العيش النهاردة؟ choose اختار. The underline pronoun they الضمير اللي تحت خط they refers to يشير إلى إيه؟ objects الأشياء. The underline word protect هنا protect means معناها إيه؟ معناها keep safe. You can look at yourself. ممكن تنظر إلى نفسك. At the mirror. في المراية. Answer أجب. Give a suitable title for this passage. إدي عنوان مناسب للقطعة. ممكن نقول Ancient Egyptians Objects مقتنيات المصري القديم. What did the ancient Egyptians use mirrors for؟ استخدموا المرايات لإيه؟ المصريين القدماء. To bend عشان يحطوا طلاء around أو يلونوا around حول their eyes حول عيونهم. Their eyes. What do you think of the ancient Egyptians؟ إيه رأيك في المصريين القدماء؟ هقول they were clever أو I think أعتقد they were clever. السؤال الرابع اختار. choose اختار. نقط is a business. business يعني عمل تجاري. that makes money بيعمل فلوس. by producing or selling things or service عن طريق إنتاج أو بيع الأشياء أو الخدمات. يبقى إيه هو؟ company الشركة. طبعا أثر من الأثار لأ، زلزال لأ، رسم توضيحي لأ. We must not the historic places around the world. يبقى يجب أن نحمي الأماكن التاريخية حول العالم. يبقى protect يحمي. Can you not what you mean؟ يبقى can you explain ممكن تشرح أنت بتقصد إيه؟ Many tourists الكثير من السياح go to Luxor بيذهبوا للأقصر to enjoy عشان يتمتعوا. Visiting بزيارة the temples. temples هنا بمعنى المعابد. زي كليوباترز نيدل مسلة كليوباترا. is next to هي بجوار the نقط تايمز in لندن. يبقى the river بجوار نهر التايمز في لندن. page 231 صفحة 231. tourists السياح often travel by car غالبا بيسافروا بالسيارة. this makes more ده بيعمل ايه؟ more يبقى السياح بيسافروا بالسيارة. ده بيعمل الكثير من التلوث. يبقى pollution التلوث. النقط is a kind of jewelry نوع من أنواع المجوهرات. هل الترابيزة كرسي المكتب ولا نكليس؟ أكيد العقد. what نقط when I found you ده سؤال. هنا عايز ماضي مستمر ثم when ماضي بسيط. يبقى was aware والفاعل والing. يبقى what were you doing ينفعش were doing عشان ده سؤال بقدم verb to على الفعل. كنت بتعمل ايه لما انا اتصلت بيك؟ while I not about the museum my mother bought me some juice. يبقى وانا بقرأ عن المتحف امي اشتريت لي عصير. while ماضي مستمر ماضي بسيط. يبقى was reading. we mustn't سهلة جدا بيجروها المصدر بليوت لا يجب ان تلوث نهر النيل. المصدر يعني بدون اضافات. المصدر يعني بدون اضافات. السؤال الخامس صح. is she doing her homework at 7 yesterday امبارح الساعة 7 ده ماضي مستمر.
يبقى was aware ومعاش يبقى حط was. During an exam أثناء الامتحان you must copy from other students you mustn't يعني لا يجب أن تنسخ من الطلاب الآخرين mustn't. As بمعنى بينما ماضي مستمر ماضي بسيط. As I was reading وأنا بقرأ كتابي the phone rang التليفون رن ماضي مستمر. You must be جوه المصدر يبقى you must listen يجب أن تستمع to the teacher للمدرس during lessons أثناء الحصص. السؤال السادس اكتب باراجراف عن مكان تاريخي زورتي زورته a historic place you visit لسه واخدينه في نفس اليونت. لو فتحت صفحة 347 هتلاقي باراجراف عن مكان تاريخي في الأردن. هنا بنكتب العنوان في نص السطر بنسيب مسافة أول سطر. عايز تتكلم عن الأهرامات في مصر عن الأقصر وأسوان والمعابد اللي فيها كل ده احنا خدناه في نفس اليونت. لو مش واضح اكتبه لنا في التعليقات ده واجب تقراه تاني وتفهم فكرته وتكتب زيه. بيج 232 صفحة 232 وده امتحان لطلابنا طلاب الأزهر. هو شبه طلابنا طلاب التعليم العام لكن الليسن بيبقى أقل الاستماع والمحادثة برضو أقل. نسمع ونحل. جيراش is a Roman city in Jordan. The arch is very tall. ده بالنسبة للسؤال الأول بيبقى سهل وصغير. السؤال الثاني هو محادثة. A tourist السائح is asking سما about the pyramids. بيسأل سما عن الأهرامات. Excuse me معذرة. Can I ask you some questions? ممكن أسألك بعض الأسئلة. هتقول له sure أو yes you can أو yes of course. سؤال إجابته the pyramids are in Giza. يبقى أين الأهرامات؟ هتبقى where. Where يعني أين. Where are the pyramids? Where are the pyramids? أين الأهرامات؟ الأهرامات فين؟ في الجيزة. How can I get there? كيف أصل إلى هناك؟ ممكن أقول by taxi أو by bus. اللي يعجبك بالتاكسي بالأوتوبيس. ده السؤال الثاني المحادثة. السؤال الثالث هو سؤال اختياري. People made نقط وسكلي from the river Nile. يبقى people made pots عملوا الأواني من طمين نيل. Sammy is interested بيجمع حرف جر إن مهتم بي watching TV. Pupils mustn't know dirty water يبقى لا يجب على التلاميذ أن يشربوا الهواء الماء القذر يبقى drink. drink ده معنى يشرب. While Sam was eating بينما while Sammy was eating بينما سامي بيأكل the phone rang التلفون رن. while ماضي مستمر ماضي بسيط. A lot of Muslims الكثير من المسلمين go to not to pray go to mosques بيذهبوا إلى المساجد لكي يصلوا. السؤال الرابع قطع عليها أسئلة. read the following اقرأ الآتي then answer the questions ثم أجب على الأسئلة. objects from the past الأشياء من الماضي can help us ممكن تساعدنا to understand أن نفهم. what life was like many years ago كيف كانت الحياة من العديد من السنوات. they can also show us they دي عايدة على objects ممكن توضح لنا. we use many of the same objects إن احنا ممكن نستخدم نفس الأشياء today اليوم. in ancient Egypt في مصر القديمة many people كثير من الناس used mirrors استخدموا المرايات to help them عشان تساعدهم paint around their eyes يحطوا طلاء أو يعملوا طلاء حوالين عينهم. This wasn't just to make them look good. مش بس عشان يبقوا شكلهم جيد أو جميل. The paint الطلاء ده أو الألوان دي helped them ساعدتهم to protect their eyes يحموا عيونهم from the sun من الشمس and kept away insects ويبعدوا الحشرات. The mirrors المرايات were made of metal كانت مصنوعة من المعدن and had an interesting designs ولديها تصميمات رائعة. Where do you have mirrors in your home؟ فين المرايات في بيتك؟ The ancient Egyptians المصريين القدماء used pots استخدموا pots and bowls for making food لصنع الطعام. These objects هذه الأشياء were made of clay مصنوعة من الطمي which came from the river Nile واللي جه من نهر النيل واللي جه من نهر النيل. Answer أجب. How can objects from the past help us؟ إزاي الأشياء من الماضي بتساعدنا؟ هنقول to know أن نعرف to know more about الكثير عن our country our country دولتنا.
What did the ancient Egyptians use for making food؟ ماذا استخدم المصريين القدماء لصنع الطعام؟ هتبقى pots and bowls. Pots and bowls. Bowls. What did the ancient Egyptians use mirrors for؟ استخدموا المرايات لإيه؟ For painting around their eyes. Choose اختار. The underlined pronoun they refers to they عايدة على ايه؟ على objects. In ancient Egypt في مصر القديمة mirrors المرايات were made of كانت مصنوعة من ايه؟ ميتال المعدن. هنا السؤال الخامس ترتيب. The runes at Karnak temple. The runes at the Karnak temple were amazing. يبقى هنا the runes البقايا at the Karnak temple في معبد الكرنك were amazing كانت مدهشة. were ايه؟ amazing. سنت boxes لعبة السنت have 30 squares فيها 30 مربع. يبقى سنت boxes have 30 squares. it's important من المهم of our country لدولتنا to learn the history أن نتعلم التاريخ. it's important أو it's important to learn the history. دي صح ودي صح. to learn the history أنا أتعلم تاريخ of our country دولتنا. ancient Egyptians liked playing senet games. يبقى ancient Egyptians المصريون القدماء liked أحبوا playing senet لعبة السنت شبه الشطرنج كده. السؤال السادس اكتب باراجراف من خمس جمل عن the ancient Egyptians. طلابنا طلاب الازهر بيكون الباراجراف صغير شويه. هنا بنكتب يعني في نص سطر بنسيب مسافه اول سطر. هنقول الخمس جمل شفوي. the ancient Egyptians were very clever ان هم كانوا ماهرين جدا المصريين القدماء. they made pots عملوا pots and bowls from clay عملوا الاواني من الصلصال. They used mirrors استخدموا المرايات. To paint around their eyes عشان يلونوا حوالين عينهم. They built the pyramids بنوا الأهرامات. For the pharaohs للفراعنة. They did many amazing things عملوا أشياء مدهشة. الموضوع سهل وبسيط. نكتب الخمس جمل نكتب يعني في نص سطر نسيب مسافة أو سطر ونبدأ نكتب. الجملة الأولى خلصت هنا نكمل الجملة الثانية. طب خلصت نبدأ تاني سطر من الأول. يبقى أول مسافة بس في أول سطر. page 233 صفحة 233 choose اختار. ده سؤال أو نموذج لامتحان اختياري حتى المحادثة حتى تصحيح. وهنا محافظة بورسعيد بيجيب الامتحان كله اختياري فاحنا بنتدرب. a tourist is asking عماد سائح بيسأل عماد about the temples of Luxor عن معابد الأقصر. excuse me معذرة Can I ask you some questions؟ ممكن أسألك بعض الأسئلة؟ أنه المناسب هتبقى yes of course نعم بالطبع. Where are the temples؟ فين المعابد؟ هتبقى in Luxor في الأقصر. سؤال إجابته yes they are far from here أيوة هي بعيدة من هنا. يبقى are they far؟ هل هي بعيدة؟ أيوة. ثم سؤال إجابته you can take a train ممكن تركب قطر ممكن تركب قطر. يبقى مثلا how can I get there كيف أصل إلى هناك؟ قال له اركب قطر. ثم thank you so much شكرا. قال له you're welcome على رحب. السؤال الثاني صحح you mustn't الفعل في المصدر تبقى stop بدل ما اكتب بختار to stop أخليها stop.
هالة read a story when her son dropped the toy. هالة كانت بتقرأ قصة لما ابنها وقع اللعبة. يبقى was reading ماضي مستمر. In a library في المكتبة. You must لا you mustn't eat or drink. لا يجب أن تأكل أو تشرب. ممنوع تأكل أو تشرب. What were you doing؟ ماذا كنت تفعل؟ When I تبقى when I phoned لما اتصلت بك. كده يبقى خلصنا حل كامل ليونت 4 الوحدة الرابعة سنة تانية إعدادي. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.